ونبدأ قصتنا بالبنوتة الصغننة اللي أول ما بتصحى من النوم بتقول دعاء الاستيقاظ: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ويدوبك بتخلص دعاء بتلاقي مرات عمها في وشها اللي بتقول لها: مبروك يا عروسة جوازك. عروسة؟ عروسة مين؟ مين قال لكم إني عاوزة أتجوز؟ هتتجوزي يعني هتتجوزي، ويلا اختاري فستان عشان هو جاي النهاردة. وانا مش هتجوز يعني مش هتجوز، هنشوف كلامك انت اللي هيمشي ولا احنا. خرجت وقفلت الباب وراها. اما فيروز كانت بتدعي ربنا عز وجل من قلبها لانه الوحيد اللي عالم بحالها: يا رب يا رب ساعدني يا رب. وبعد وقت بيخبط باب الشقة وبيفتح العم الباب وبيرحب باللي داخل: اهلا وسهلا، نورتنا، ده نورك. امال فين العروسة؟ ثواني وهتكون هنا. روح يا فتحية شوف فيروز عشان تيجي تسلم على عريسها. ماشي من عينيا الاتنين. دخلت ليها مرات عمها بس اتفاجأت انها لسه زي ما هي ومجهزتش ولا لبست حاجة. يا سنتك البيضة، انت لسه زي ما انت مجهزتيش. انا قلت اني مش هتجوز، انا مش موافقة على الجوازة ديت. ازاي اتجوز بس واحد معرفش عنه حاجة ولا شفته حتى قبل كده؟ اظن ده حقي. خلاص عمك ادى كلمة للعريس، سواء وافقتي ولا ما وافقتيش هتتجوزيه يعني هتتجوزيه. طلعت فتحية ضرس من الدولاب وقالت لها: ده يتلبس حالا، ولا انت عارفة ايه اللي ممكن يحصل لو ما سمعتيش كلام عمك؟ مش كفاية اكل وشرب طول السنين دي كلها من غير ما تدفعي ولا مليم؟ على الاقل ردلنا حاجة من الحاجات ديت بدل ما مفيش منك منفعة. سمعت كلمتها وسكتت لان ده المكان الوحيد اللي تقدر تقعد فيه، بس جوه قلبها بتتمنى انه يختفي من الوجود. وفعلا لبست فستانها وضايق وكانت بره وقعدت وما اتحركتش من مكانها. بس اتفاجأت لما فتحية قالت: طب نسيب بقى العرسان سوا ياخدوا راحتهم في الكلام. استني يا طنط، احنا مش مكتوب كتابنا عشان تسيبونا لوحدنا وتمشوا بالشكل ده؟ ما ردتش عليها وسابوها برضه ومشوا. اما عز فجأة لما قرب منها وقال لها: منورة يا عروسة، بس طلعتي صحيح زي القمر زي ما عمك قال، وجميلة وأمورة كمان. لو سمحت ما اسمحلكش ان انت تكلمني الكلام ده بالطريقة ديت. واسمع بقى يا ابن الناس، انا مش عاوزاك، فاطلع عليهم زي الشاطر كده وقول لهم ان احنا ما اتفقناش مع بعض ومش هنتجوز. هو انت بتقولي ايه يا حلوة؟ ما هو مش هدفع فيكي 1,000,000 جنيه وفي الاخر اقول مش عاوزها. 1,000,000 جنيه؟ 1,000,000 جنيه يعني ايه؟ يعني اللي سمعتيه، وكلها يومين وتكوني حرم عز المهدي. الكلام ده مش هيحصل، انت ازاي تقبل على نفسك تتجوز واحدة مش عاوزاك؟ مسكها وقال لها: واضح ان انت ما تعرفيش مين هو عز المهدي، وخاصة خلاص انت دخلتي دماغي، فاسمعي الكلام احسن لك. سابها وندى عليهم وقال لهم: كاتب كتابنا يوم الخميس الجاي. وبص ليها بضحكة مش حلوة وقال لها: حضري نفسك يا عروسة، والف مبروك مقدما. كانت قاعدة وهي مش مصدقة ومش مستوعبة اللي بيحصل ولا اللي بتسمعه، وكأنها في حلم نفسها تفوق منه. وتاني يوم بتصحى فيروز على صوت مرات عمها: يلا يا سونيوريتا، عريسك مستني بره. عريس؟ عريس مين؟ عريسك عز بيه. ايه لحقتي تنسيه؟ يلا عشان تروحوا تشتروا الفستان مع بعض. قولي للبني ادم ده ان انا مش عاوزه اتجوزه ومش هشتري معاه الفستان. كانت بتقول كلماتها بصوت عالي، واللحظه الصوت ده وقف لما شافته قدامها وجوه اوضتها، فجارت استخبت تحت سريرها. انت ازاي تدخل اوضتي بالشكل ده من غير ما تستأذن، وانا كمان من غير حجابي؟ قلتلك خلاص هما يومين وهتكوني مراتي، ما تزوديش في الكلام. ده ولا هيبقى ولا هيكون بإذن الله. انا مش هكرر كلامي مرتين، يا تقومي تلبسي عشان ننزل نجيب الفستان، يا اما انا هنزل اجيبك من تحت السرير. قلتلك مش راح. كانت مصممة على رأيها بس اتفاجئت بقريب منها جدا لدرجة ما كانتش تتخيلها. ها هتقومي دلوقتي بالذوق ولا لا؟ هقوم بس اطلع بره. تمام، برافو عليكي. خرج بره الأوضة. أما هي ما كانتش قادرة تمسك اللي بيتساقط على خدها. وبعد نص ساعة كانوا في الشارع. اركبي. اتحركت عشان تركب لكن وقفها وقال لها: اركبي قدام جنبي مش ورا. لا أنا مش عاوزة أركب جنبك. اظن قلتلك قبل كده ان انا مش بحب اكرر كلامي مرتين، فانت اللي جبتي لنفسك.
وما عطلهاش فرصة ودخلها جوه العربية وساق بيها، ويعدي يومين لحد ما يجي يوم كتب الكتاب. يا رب يا رب اعمل ايه دلوقتي؟ مش بيدي حاجة اعملها. الراجل اللي اسمه عز ده مش كويس خالص، وشكله وراه حاجات هو مخبيها، ومش قادرة اعمل حاجة مع عمي ولا مراته اللي المفروض يخافوا عليا كأني بنتهم. وكمان مش عاوزة اتصل بعمي الكبير اللي في الغربة عشان ما شايلهوش فوق طاقته، بس دي فرصتي الوحيدة دلوقتي. وفعلا رفعت الفون واتصلت بيه. السلام عليكم. ايوه يا عمي، وحشتني قوي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حبيبة عمك، انتي اكتر. بس مالك يا فيروزة، صوتك عامل كده ليه يا حبيبتي؟ في حاجة؟ بصراحة يا عمي انا، وحكيت له فيروز كل حاجة. معقولة يا بنتي كل ده كان بيحصل لك وانا معرفش عنه حاجة؟ حتى الفلوس اللي كنت ببعتها لك ما كانش حد بيوصلها لك، وغير كل ده وده عاوزين يبيعوكي بالشكل ده؟ ايوه والله يا عمي زي ما قلت لك كده، وانا مش عارفه اعمل ايه. انزلي وسيبي البيت دلوقتي حالا. انزل اروح فين؟ انزلي وانا هتصل بشريكي دلوقتي اللي معايا في الشركة، ويتواصل مع حد من معارفه اللي موجودين في مصر، تكوني عنده لحد ما انزل واخد اول طيارة بإذن الله واجي اخدك من هناك. بس يا عمي انزل ازاي؟ ده كلهم بره. استعني بالله يا بنتي وحاولي، ويلا عشان مفيش وقت. قفلت مع السكة وطلعت تتصحب على بر زي ما قالها عمها، وفعلا قدرت تطلع وتجري منهم. وعندهم جوه دخلت مرات عمها اوضتها وما لقيتهاش. الحقوا الحقوا، فيروز هربت. ازاي ده يحصل؟ ما تقلقش يا عز بيه، هي هتروح فين يعني؟ بسرعة بسرعة وراها، هي اكيد ما بعدتش عن هنا. طلع الحرس وراها وقدروا يشوفوها، وبقت تجري وهما بيجروا وراها. ودخلت شارع جانبي ولقيت جواه عربية راكنة، وحاولت تفتح بابها واتفتح، فدخلت استخبت فيها. بس بتلف وشها بتتفاجئ ان في حد جنبها. انا اسفه، انا افتكرت مفيش حد في العربيه، انا هنزل دلوقتي حالا. استني عندك، ما تتحركيش من مكانك. الو، خلاص كل حاجه تمام، انا هقفل دلوقتي. معلش انا مضطره انزل. قالت كلمتها وبتبص وراها، لقيتهم قربوا من العربيه. بسرعه بسرعة اتحرك. هما مين دول؟ من فضلك اتحرك وهقولك كل حاجة. اتحرك غصب العربية وفجأة وقف بيها. هو في ايه؟ حب انا هنزل وحب اتحرك، انا مش شغال عندك. معلش انا اسفة والله، ربنا يعلم مش بإيدي. سكت لثواني لما شاف اللي بيتساقط على خدها وقال لها انتي اسمك ايه؟ اتفاجئت من سؤاله وردت عليه بجدية وقالت له وحضرتك تعوز اسمي ليه ان شاء الله؟ ردي على قد السؤال. اسمي فيروز. فيروز ايه؟ انا مش فاهمه ايه اسئلتك العجيبه دي. بقولك ردي على قد السؤال، انا مش هناسبك وفي الاخر هقولك ليه. فيروز محمد. فيروز محمد المنصوري، صح كده؟ فيروز بمفاجأة، ايوه صح، شكلك واحد منهم وهترجعني ليهم تاني. انا قلت من الاول شكلك ما يريحش. بس في ايه؟ اهدي وبطلي كلام عشان اقولك انا مين. ماشي اهدى، اتفضل قول. انا ابن مدير الشركة اللي عمك داخل فيها شراكة مع والدي. بتتكلم بجد؟ امال ههزر؟ فعلا ده شكل واحد ما يهزرش. طب الحمد لله الحمد لله يا رب. بس انا عاوز اعرف مين اللي بعتهم وراكي. عز المهدي. عز المهدي؟ ده انت حسابك تقل قوي معايا يا عز. هو حضرتك تعرفه؟ وايه اللي اعرفه؟ المهم خلينا دلوقتي في المهم، انت هتروحي فين؟ معرفش، اتصل بعمي واشوف اعمل ايه. لا ما تتصليش، انت هتيجي معايا الفيلا. نعم يا اخينا، اجي معاك فين ان شاء الله؟ على الفيلا؟ هو انت شايفني ايه؟ ده ولا كان ولا هيكون باذن الله. بس في ايه؟ انت دماغك دي راحت شمال كده ليه؟ امي واختي هناك، وعمك هو اللي وصاني اعمل كده. ولو عايزه تتصلي بيه تتاكدي اتصلي. ايوه هتصل بيه طبعا. وفعلا رفعت الفون واتأكدت من عمها. متأسفة، كلامك كله طلع صح. يبقى مش عاوز ولا حس ولا نفس لحد ما نوصل. ماشي، بس استنى اركب في الكرسي اللي ورا. ليه تاني ان شاء الله؟ شغال انا عند سيادة الكهانم عشان ترجعي ورا وانا اقعد لوحدي قدام. بقولك ايه، انا مضطرة كل واحد معاك دلوقتي في نفس العربية، فما تحملنيش انت كمان فوق طاقتي. خلاص بطلي لك كتير ونطي ورا لحد ما نشوف اخرتها هي معاكي.
رجعت فيروز وراه وساق بيها غيث، وكان على اخره من فيروز وعند عز. يعني ايه فص ملح وداب؟ احنا شفناها بعينينا جوه العربية يا عز بيه، ولما قربنا منها العربية طلعت تجري بيها. تعرفولي دي عربية مين اللي ركبت فيها، ولا انتوا الاتنين مرفوضين؟ اول أوامرك امرك يا عز عز بيه. بيه. وعند غيث وفيروز أول ما وصلوا الفيلا لقت واحدة في الخمسينات من عمرها نزلت من على السلالم وهي بتبصلها بصة مش حلوة، وهي بتقول: هو ايه الاشكال اللي انت جايبها هنا في الفيلا دي يا غيث؟ وايه الفستان ده اللي هي لابساه؟ اوعاك تكون اتجوزت من ورانا. وهنا بقى تكون انتهت حلقتنا النهاردة يا أحلى أخوات. أتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى لو عجبتكم قصتنا بنستأذنكم تضغطوا لايك وتقولوا لنا رأيكم في التعليقات، ولما كنتوش مشتركين في القناة تشتركوا فيها وتنورونا. ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام عشان تاخدوا حسنات، وتجاوبوا على السؤال: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو ايه الاشكال اللي انت جايبها هنا في الفيلا دي يا غيث؟ وايه الفستان ده اللي هي لابساه؟ اوعاك تكون اتجوزت من ورانا. لا يا امي، ما حصلش. الانسه يبقى عمها شريك بابا في الشركه اللي في السعوديه، بس ايه اللي جابها هنا وهي معايا ليه؟ هحكي لك كل حاجه بكره باذن الله، لان عاوز استريح دلوقتي. انا متاسفه يا طنط، انا ربنا وحده اللي يعلم انا ايه اللي خلاني اجي هنا. انا عارفه اني ازعجتكم، بس اول ما ينزل عمي باذن الله مش هتشوفوني تاني. بصت ليها مجيده ولمست الصدق في كلامها. بيتك ومطرحك يا حبيبتي، عمك راجل طيب وواقف كتير مع زوجي، وكانوا هما الاتنين زي الاخوات، واكيد بنت اخوه طالعه زيه. متشكره لحضرتك. واثناء كلامهم بتنزل اخت غيث دارين اللي بتكون متفاجئة لما بتشوفها. ايه ده يا بغيث، انت جايب واحدة من الشارع واتجوزتها؟ دارين، ايه اللي بتقوليه ده؟ اتفضلي اعتذري. انا اعتذر لدي؟ ما يصحش كده يا دارين اللي انتي قلتيه ده. يلا اتفضلي اسمعي كلام اخوك الكبير واعتذري ليها. حتى انتي يا ماما كمان؟ معلش انا مسامحاها، لان اكيد واحدة بمنظري ده وتدخل بيت ناس بدون سابق معرفة، اي حد ممكن يفتكر عليها حاجة مش كويسة، عشان كده انا مسامحاها. دارين بطيبة قلب، انا اللي اسفة على اللي قلتهولك. بقولك ايه، رايك تاخديها معاكي وتقعديها في الاوضه اللي جنب اوضتك فوق، وتعيشوا حياتكم انتوا الاتنين وتحكوا مع بعض وتتعشوا. للحظة حست فيروز بأن الشخصية اللي اتعاملت فيها مع غيث من شوية غير الشخصية اللي قدامها دلوقتي، فبصت له بنظرة إعجاب، لكن سرعان ما غضت بصرها واستغفرت ربها. سرحتي في ايه؟ يلا اطلعي معاها. حاضر هطلع. وعند عز: انت بتقول ايه؟ يعني هي سابتني عشان تروح للي اسمه غيث الشرقاوي ده؟ ده انت حسابك تقل معايا قوي اللي اسمك غيث، انت وفيروز. وتاني يوم بيرجع غيث من الشركة بدري عن ميعاده، وبيفاجئ فيروز لما بيقول لها: يلا جهز يا فيروز. أجهز؟ أجهز فين؟ عز عرف مكانك ومش هيسيبك. طب وبعدين؟ أنا هعمل ايه دلوقتي؟ مفيش قدامي غير حل واحد عشان أقدر أحميكي منه. وايه هو الحل ده؟ إن احنا الاتنين نتجوز. انت بتقول ايه؟ انت عاوز تضيع حياتك كلها عشان واحدة لسه عارفها امبارح؟ ايوه، انا اول مره اشوفك فيها امبارح، وانتي كمان. بس اللي انتي ما تعرفوش ان اعرفك من زمان، من كتر ما عم محمود عمك بيتكلم عنك لما كنت بسافر ليهم هناك في السعوديه. وفي يوم بابا قال له انا عاوز اخطب بنت اخوك لابني، وانا وافقت، بس كنت لسه ما كملتيش 18 سنه، واظن دلوقتي ينفع لان عندك 20 وانا 30. وعلى فكره ماما عارفه كل حاجه، وعمك ده ايه وهيكون هنا باذن الله. كانت متفاجئة من اللي بتسمعه ومش مصدقة نفسها، بس بتفوق على صوت حنين وراها وهي بتقول لها: وافقي يا بنتي، وافقي وتوكلي على الله. وبتوافق فيروز، وفعلا بيتكتف كتب الكتاب، وبيرجع عم فيروز وبابا غيث من السفر، وبنقول لهم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وما يعديش دقايق وبيلاقوا عز دخل الفيلا. هي فين؟ فين فيروز؟ خبى غيث فيروز ورا ظهره وقال له: عاوز منها ايه يا عز يا مهدي؟ عاوز مراتي. مراتك؟
مراتك ازاي ان شاء الله؟ اما قسيمة الجواز دي بتعمل ايه؟ جواز؟ جواز مين؟ جوازي انا غيث الشرقاوي على فيروز اللي كنت عاوزها تبقى مراتك. بقى عملتها يا غيث، انا مش هسيبك، مش هسيبك يا ابن الشرقاوي. اعمل اللي انت عاوزه، بس اياك تمس شعره منها، والا مش هيحصل لك. طيب ماشي يا غيث، استلقى بقى اللي هيحصل لك. خرج عز. اما غيث بص لفيروز عشان يطمنها وقال لها: طول ما انا جنبك مش عاوزك تقلقي، اتفقنا؟ فيروز بخجل: حاضر اتفقنا. صحيح، في حاجة نسيت اقولها لك. ايه هي؟ الف مبروك عليا انت يا فيروز. بصت له بخجل واعجاب في نفس الوقت، وقد ايه اتقبلت منه الكلمة ديت بفرح، على الرغم انها نفس الكلمة اللي قالها لها عز، بس قد ايه احساسها مختلف من غيث، لان دلوقتي في الحلال ويعدي شهر، في خلالها بيروح عم فيروز الكبير يقابل وجه كريم، بس بيصبرها وجود غيث جنبها. اما ما بينهم هما الاتنين، بدأت مشاعر الاعجاب تزيد يوم عن اليوم اللي قبله. وفي يوم: يلا يا فيروز جهزي نفسك. خير ان شاء الله يا غيث، هنخرج. فيروز بفرحة: بجد؟ بجد يا غيث؟ ايوه بجد، واعمل لك كمان مفاجأة. ايوه كده، الله ينور عليك وعلى والديك. اما روح اجري اجهز. وشوية وجهزت فيروز، وكانت لابسة درس لونه جميل على خمارها الفضفاض اللي زادها جمال على جمال. بجد اللهم بارك، ربنا يبارك لي فيك يا رب، يحفظك من كل عين. انا دلوقتي شكلي كده هقولك ما نخرجش، عشان مش عاوز حد يشوفك. لا الله يبارك لك، ده انا ما صدقت اخيرا نخرج من ساعه ما اتجوزنا. وبعدين انا قرات اذكار الصباح وكمان اذكار المساء، يعني بفضل الله حصنت نفسي، فما تقولش هم اي حاجه، من فضلك بقى وافق. ان كان كده فانا هغير رايي واتنزل عشان سعاده حضرتك، ونخرج نتفسح. ودايه وكانوا في العربيه ووصلوا لمكان جميل على البحر مليان بالورود، كان زين مزينه لها بايديه، وكانوا موجودين هما الاتنين بس. ها ايه رأيك؟ فيروز بتأثر: هو كل ده ليا انا يا غيث؟ اه ليكي انت يا فيروز، ايه رأيك قوليلي؟ انا بجد مش مصدقه نفسي، انا حاسه اني بحلم، بس المره دي حلم جميل قوي، نفسي ما اقومش منه. بجد يا فيروز، انت اكبر نعمة ربنا رزقني بيها. بجد يا غيث؟ ايوه بجد يا فيروز. تعرف يا غيث، انا طول عمري حافظه قلبي للي في يوم من الايام هيكون زوجي عشان ارضي ربي، بس بجد لو تعرف كم السعاده اللي حاسه بيها دلوقتي، محدش هيقدر يتصورها ولا يحسها الا اللي عايشها، لانها في الحلال، مش مع صاحبي ولا صديقي ولا حتى خطيبي، لان الخطوبه واعده بالزواج مش بالزواج نفسه، ودلوقتي هي مع زوجي، مع زوجي وبس. طب ايه رايك بمناسبه الكلمات الجميله ديت، تغمضي عينيكي عشان عندي مفاجأة ليكي تانية. مفاجأة تانية؟ بس كده كتير. لا مش كتير عليكي، لأن الجوهرة مش بتتقدر بتمن. يلا بقى غمضي. غمضت فيروز عينيها وفتحت بمفاجأة أول ما عطاها غيث الإشارة. ها إيه رأيك؟ كل ده ليا أنا؟ أنا عارف إن إحنا اتجوزنا بسرعة، وملحقتش أجيبلك حاجة دهب تلبسيها، بتمنى بس الخاتم الألماس ده يعجبك. بس ده أكيد غالي أوي. ما يغلاش عليك يا فيروز، وان شاء الله ربنا يكرمني اكتر واكتر، واجيب لك كل اللي بتتمنيه باذن الله. متشكر، متشكره ليك قوي يا غيث، بجد مش عارفه اقول لك ايه. ما تقوليش حاجه، انا عاوزك بس تعيش اللحظه وتنسي كل اللي فات، وان شاء الله اللي جاي معايا هيكون احسن. يا رب يا رب يا غيث. قعدوا وهما بيتكلموا وبيضحكوا ومستمتعين بالقعده الجميله اللي ما تتعوضش. وبعد ساعه بيقوم غيث مع فيروز عشان يرجعوا الفيلا، لكن بتتفاجئ بصوت بسببه كان غيث على الأرض. غيث غيث فوق يا غيث، مالك؟ ايه اللي حصل لك؟ رد عليا، انت كنت لسه بتكلمني. رد على مراتك فيروز، كانت بتحاول تفوق فيه بس بتتفاجئ بصوت ضحك وراها. ما خلاص يا حلوة، انتي بتكلمي مين بس؟ هو راح وانتهى. لا اوعاك تقول كده، غيث ان شاء الله يقوم ويبقى زي الفل وياخد حقنا كلنا منك باذن الله. بقولك راح راح. انت مش بني ادم، انت ما عندكش اي احساس، انا بجد مش طايقه اشوفك قدامي. طيب ده بالنسبه لي، ويا ترى بقى هتقول ايه لما تسمع الريكورد ده؟
مش عاوز اسمع منك حاجه، ابعد عني بقى. لا تسمعي فيروز. فتح الريكورد وسمحه لها، اما هي كانت في حاله ذهول لما سمعت صوت غيث وهو بيقول: يا ابني، هو انت معقوله تفتكر ان ممكن اعجب بواحده زي ديت على نيتها؟ انا عملت كده بس عشان الاسم وعز ده يدوق اللي عمله فيا ويعرف من وراثي الشقاوي. وهنا تكون انتهت حلقتنا النهارده احلى اخوات، اتمنى تكون عجبتكم. يا ترى فعلا الكلام بتاع الريكورد ده هيكون صحيح ولا لا؟ وغيث هيكون عايش ولا لا؟ ده ان شاء الله اللي هنعرفه الحلقه الجايه. ما تنسوش بقى لو عجبتكم قصتنا بنستاذنكم تضغطوا لايك وتقولوا لنا رايكم في التعليقات، ولو ما كنتوش مشتركين في القناه تشتركوا فيها وتنورونا. ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام عشان تاخدوا حسنات وتجاوب على السؤال. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتح الريكورد وسمحه لها، أما هي كانت في حالة ذهول لما سمعت صوت غيث وهو بيقول: يا ابني هو انت معقوله تفتكر ان ممكن اعجب بواحده زي دي على نيتها؟ انا عملت كده بس عشان الاسم وعز زي ده يدوق اللي عمله فيا ويعرف من وراثي الشرقاوي. ها، ايه رايك في اللي سمعتيه؟ لا الكلام ده مش صحيح، غيث ما يعملش فيا كده ابدا. من فضلك قولي ان ده مش صوته، انك بتضحك عليا. لازم تفهم انه مش معجب بيك ولا حتى كان بيفكر فيك، وانا سمعتك الدليل. وصدقيني الوحيد اللي عاوز مصلحتك ومعجب بيكي هو انا. بقولك الكلام ده مش صحيح، انت انسان مش صادق وعمري ما هصدقك. قرب عز من فيروز ومسك ايديها وقال لها: انا هخليكي تصدقي، يلا معايا. سيب ايدي وابعد عني، انا عاوز اشوف زوجي. بقولك غيث الشرقاوي راح، هتفهمي امتى؟ انت اللي لازم تفهم اني مش هروح معاك في اي مكان. واضح ان انت مش هتيجي بالذوقه بنت انتي. مسكها وركبها العربيه وخدها على مكان تبعه ودخلها جوه اوضه من الاوض، ومن كتر تعبها نامت على الارض من غير ما تحس. وبعد 3 ساعات بتفوق فيروز. الحمد لله على السلامه يا اموره. خرجني من هنا، انت عاوز مني ايه؟ مش عاوز منك حاجه، جايبلك بس مفاجاه صغيره كده. اقري الخبر اللي موجود فوق ده. خدت فيروز منه الجريدة وما كانتش مستوعبة اللي كان مكتوب فيها، وكمل عز وقال لها: دي الجريدة المسائية، والخبر نزل بالبنت العريضة اهو ان عز الشرقاوي راح. ومش هو بس، ده العيلة كلها جوه الفيلا. منك لله، حسبي الله ونعم الوكيل، انا لله وانا اليه راجعون. اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ويا دوبك قالت دعائها واغمى عليها. بسرعه بسرعه بعتولي الدكتور عادل يجي يشوفها، انا بحاول افوقها مش بتفوق. كل شبكات الاتصال واقفه يا عز بيه، ومفيش حل غير ان احنا ناخدها على اقرب مستشفى. وخلال نص ساعه وتحديدا بعد منتصف الليل كانت فيروز في المستشفى وبتفوق وبتعرف هي فين، وبتقرب ناحيه الباب وبتلاقي حراس عز نايمين، فبتطلع تجري قبل ما يفوقوا وياخدوا بالهم منها لحد ما بتوصل لمنطقة شعبية. بس من كتر تعبها بتقعد على الأرض وبتاخد بالها منها واحدة كبيرة في السن، فبتقول لها: هو ايه يا بنتي اللي مقعدك كده في الوقت المتأخر ده بالليل؟ أصل خلاص مبقاش ليا مكان أروح فيه. قعدت جنبها ماما صفا وقالت لها بطيبة: مالك يا بنتي؟ احكي لنا زي والدتك. اطمنت ليها فيروز وحست فعلا بطيبتها، عشان كده قالت لها كل حاجة. وكملت ماما صفا وقالت لها: طب بقول لك ايه يا بنتي، تعالي معايا، مفيش غيري انا وبنتي وابن بنتي الصغير اللي كان تعبان ومامته قاعده معاه دلوقتي، وانا كنت نازله اجيب له الدواء فلقيتك قدامي رغم ان انا ما بنزلش في الوقت ده، فسبحان مدبر الامر. بس انا مش عاوزه اتقل على حضرتك. ولا تقلي ولا حاجه، ده انتي حتى تونسينا بدل ما احنا الاتنين قاعدين لوحدنا كده. وفعلا بتروح معاهم فيروز وتعدي أيام وكلهم ياخدوا على بعض. وفي يوم كانت بتنظف البيت حست إنها تعبانة: ماما صفا، شروق، حد يلحقني. بسرعة بسرعة يا بنتي اتصلي بالدكتورة. وبعد ساعة
ألف مبروك، المدام كمان كام شهر بإذن الله وهتجيب لكم أحلى بيبي. سكت الكل في ذهول وما كانوش عارفين يقولوا إيه الفيروز. وبعد شوية بتفوق وبتاخد بالها منهم. إيه يا جماعة، مالكم واقفين كده ليه؟ هو في حاجة؟ أصل يا بنتي، أصل إيه يا ماما صفا؟ أصل بصراحة كده يا بنتي، في بيبي جاي في السكة ليكي. فيروز بمفاجأة؟ بجد؟ بتتكلموا بجد؟ أيوة يا بنتي، ما تزعليش، الزعل غلط عليكي. أنا مش زعلانة، ده أنا فرحانة أوي كمان إن في حتة من غيث أنا شايلها دلوقتي وكملت لنفسها. بس برغم كل الإعجاب اللي في قلبي من ناحيتك يا غيث، إلا إني مش قادرة أنسى الكلمات اللي سمعتها في الريكورد. وبدأ ربنا عز وجل إنه يكبر قلبي. وتعدي 9 شهور وتجيب فيروز أحلى توأم، أميرة وأمان. وتعدي سنة كمان وبعديها راحت تزور عمها عشان تطمن عليه برغم كل اللي عملوا فيها. بس بتكتشف إن عز ما سابهمش هما كمان. وبكده تكون فيروز ملهاش غير ولادها الصغيرين اللي بقى عندهم دلوقتي 5 سنين. خدي يا حبيبتي الدواء. لا يا ماما انا مسوسه. يا بنتي خدي الدواء، شوف اخوكي شاطر ازاي واخده. لا يا ماما الدواء مل، انا صاحبه. طب خديه عشان اجيبلك شوكولاته. ماشي هاخده، بس اكملي شيبسي كمان. حاضر، وشيبسي مصري كمان. بس يلا بقى. قربت اميره من مامتها وخدت الدواء وشويه وطلع امين من جوه. يا جدعان يا جدعان، حرام عليكم، فين فردة الشراب بتاعتي؟ شوفها في الصندوق اللي جوه يا أمان. لا يا ماما ما لقيتهاش جوه. أما هتكون فين بس يا حبيبي انت كمان. بصت لأميرة ومن نظرات عينيها عرفت اللي عملته. أميرة فين شراب أخوكي؟ أنا عايز عرفني تاني مرة. أسألك يا أميرة، فين شراب أخوكي؟ يابا يا ماما، أصل حاجته أحلى من حاجتي عشان كده أخدتها ألبسها. طب اتفضلي ادي لاخوكي حاجته. يابا اتفضل حط، بعد كده ما تاخديش حاجتي تاني. طلعت له لسانها وقالت له حاضر حاضر هاخدها اخويا تاني. بصت فيروز في الساعه ولقت نفسها اتاخرت على الشغل، فسابتهم مع ماما صفا وطلعت تجري على شغلها. انا اسفه جدا على التاخير. ما ينفعش كل يوم التاخير ده، يلا اتفضلي شوفي شغلك. حاضر. وشويه ودخل زبون المحل وكان طالب بدلة، بس قرب من فيروز بطريقة مش حلوة فلفت ليه وعملت معاه الواجب. انت واحد قليل الأدب. هي حصلت اللي عملتيه ده؟ فين صاحب المحل؟ خير يا فندم، حصل ايه؟ مفيش خير، الأستاذة بتمد ايديها عليا عشان بقولها مش عاجبني لون البدلة. يلا اتفضلي لمي حاجتك، وده آخر يوم ليكي هنا النهاردة. بس والله أنا معملتش حاجة. بقولك يلا. رجعت فيروز على البيت وما كانتش عارفة تعمل ايه. مالك يا بنتي؟ مش عارفة اعمل ايه يا ماما صفا، المديرة مشتني من الشغل ومصاريف الولاد قصرت عليا. يا بنتي ان الله هو الرزاق، وولادك دول ربنا وحده كفيل بيهم، واحنا بفضل الله جنبك ومش هنسيبك، واللقمة اللي تيجي نقسمها على بعض كلنا. وعاوزاكي برضو تخلي ليكي ورد من الاستغفار، لان ربنا عز وجل قال في كتابه فقلتوا استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وتعدي أيام كمان. يلا يا أمان عشان تذاكر. لا يا ماما أنا مش عاوز أذاكر، مش بحب الرياضة. خلاص أنا زعلانة منك. قرب منها أمان وقال لها خلاص ما تزعليش أنا هذاكر أهو. تسلم لي يا رب يا حبيب قلب ماما، حل الواجب ده عقبال ما أشوف أختك. يلا يا مرمر، 2 زائد 2 كام؟ 2 زائد 2 بيساوي 5. لا غلط، بيساوي 8. يا فرحتي بيكم انتوا الاتنين، قابلوني لو نفعتوا. حاضر يا ماما، هنقابلك في الشارع اللي ورا. لا يا اميرة، خلينا احسن في الشارع اللي قدام عشان مفيهوش دوشة كتير. يا رب يا رب صبرني يا رب.
وتاني يوم بتوصل فيروز الأولاد على باص المدرسة، بس بتاخد بالها من إعلان موجود على الشجرة إن مطلوب في سكرتارية، فبتاخد الرقم وبتحاول تتصل على المكتب، وفعلا بتروح وبتقدم وبتتقبل رغم إنها لسه ما كملتش الدراسة الجامعية بتاعتها لأنها وقفتها من ساعة اللي حصل، ولعلهم وافقوا عليها بفضل الاستغفار. وفي يوم داخل مكتب المدير، والله حضرتك ما تتصورش أنا مبسوط قد إيه إن الشركة بتاعتنا هتشارك حد من كبار رجال الأعمال في مصر، وإن شاء الله دي هتكون البداية ولسه اللي جاي كمان. وأثناء كلامهم بيخبط الباب وبتدخل فيروز وبتاخد بالها من الصوت. لا أكيد أنا بتخيل. انسي بقى انسي بقى يا فيروز، هو روح. أستاذة فيروز، حضرتك جبتي الورق اللي طلبته منك؟ هو مجرد ما سمع اسمها حس بحاجة في قلبه ونطق على لسانه، بس حاجة خلته يبص وراه، ولما شافوا هما الاتنين بعض كانوا متفاجئين وسيطرت عليهم الدهشة. أمن مكانه بسرعة ومسكها. فيروز، انتي دي اللي قدامي؟ انتي دي اللي قدامي بحق وحقيقي؟ سيبني، انت مين اصلا عشان تمسكني كده؟ انا غيث يا فيروز. غيث؟ خلاص روح، استحيل انت تكون غيث. اهدي واسمعيني، انتي دلوقتي في حالة مش طبيعية. بقولك ابعد عني، انا معرفكش. طلعت تجري وهو طلع يجري وراها، بس بتوقف فجأة لما بتلاقي مكالمة من ماما صفا، لانها مش بتكلمها غير لو حاجة ضرورية، وبتعرف منها ان امان تعب فجأة. ايه، نقلته المستشفى؟ انا جاية دلوقتي حالا. تعالي معايا وانا هوصلك، ووعد مني مش هكلمك في حاجة دلوقتي. ركبت مع العربية ووصلوا هناك، ودخلت بسرعة تطمن على امان. اما غيث بياخد باله من اميرة اللي واقفة جنب باب اوضة امان، وبيلاقي حاجة شدته ليها فبيقرب منها وبيقول لها، اسمك ايه يا حبيبتي؟ انا اميرة. وانت اسمك ايه يا عمو؟ انا اسمي غيث. اسمك حلو قوي يا عمو. متشكر قوي حبيبتي. اما قوليلي انتي تقربي ايه لفيروز؟ فيروز تبقى ماما. ماما؟ ايوه، واللي قوي ده يبقى اخويا التوأم. هو انتي عندك كام سنة يا حبيبتي؟ عندي 5 سنين. ضمها لحضنه وحس من جوه انها بنته، وتعدي كذا ساعة ويدخل غيث جوه يطمن على فيروز وامان، فبيلاقيها نايمة وبيبص لها بكل حنان لزوجته اللي كان مشتاق ليها من زمان، وبيقرب من امان فبيلاقيه صاحي. ازيك يا بطل، عامل ايه دلوقتي؟ انا الحمد لله كويس. طب يلا قوم بالسلامة كده عشان خاطرنا كلنا. بص له امان بحبه وقال له، تعرف يا عمو انت شبه بابا. طب هو بابا فين دلوقتي؟ بابا الله يرحمه، بس كل يوم بالليل ماما بتطلع صورته من الفون وبتوريه لنا. سمع كلماته وتأكد أكتر وأكتر إنهم ولاده، بس طلع بره من كتر اللي حسه جوه قلبه وما كانش راضي يظهره قدام ابنه. وشوية وبتطلع فيروز من أوضة أمان، بس بتتفاجئ بيه لما بيمسكها وبيقول لها، عيال مين دول يا فيروز؟ دول عيالي أنا بس يا غيث. ملهمش أب يا غيث، أبوهم خلاص راح وما سألش علينا ولا فكر حتى إنه يدور علينا ويشوف إحنا فين بعد كل السنين دي كلها. وأنا كنت فاكراك روحت خلاص، دلوقتي بالسهولة دي تظهر كده فجأة؟ جيتي عليا يا فيروز، بس من فضلك عاوزك تسمعيني زي ما سمعتك. أنا بعد اللي حصل دخلت المستشفى، ولما فقت وطلعت رحت على طول لعز، بس فاجئني لما وراني صورة ليكي وهو مخلص عليكي، وساعتها سجلت له كل حاجة وكل اللي عمله كمان واتقبض عليه، بس ربنا يسامحني ما قدرتش استحمل غيابك فدخلت المصحة 2 سنين، وكل ده كنت فاكر ان انت كمان روحتي مني. انت بتتكلم بجد يا غيث؟ ايوه والله بجد يا فيروز، وكل كلمة قلتها لك كانت صدق وطالعة من قلبي، واللي نفسي اقوله لك دلوقتي كمان ان معجب بيك، معجب بيك اوي يا فيروز، يوم اولادي واحفادي باذن الله. وانا كمان معجبة بك يا غيث. يا ابني واخويا وامي وابويا كانوا بيتكلموا مع بعض وهم متأثرين، بس فجأة بيظهر الصغنانين. ايه ده ايه ده، انت بتعمل ايه هلبس منك ليها؟ هو تفتكر يعني يا عم بابا مش هنعرفك انا واميرة؟ تبقى غلطان، ده احنا عرفناك وسمعنا كل حاجة كمان. وبالمناسبة السعيدة دي، وعشان اطمنكم عليا اني بخير الان مع الفقر اللولبية،
هيلو هيلو بابا فين؟ بابا فين؟ أنا مين؟ أنا عم بابا أنا مين؟ فضلوا يضحكوا من قلبهم، وكانت دي بداية قصتهم، قصة غسو فيروز وولادهم أميرة وأمان. وهنا تكون انتهت قصتنا النهاردة يا أحلى أخوات، أتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى لو عجبتكم قصتنا بنستأذنكم تضغطوا لايك وتقولوا لنا رأيكم في التعليقات، ولو ما كنتوش مشتركين في القناة تشتركوا فيها وتنورونا. ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام عشان تاخدوا حسنات وتجاوبوا على السؤال. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.